وأيضا المسلم الثاني قال العباس أيضا مسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصغر أعمامه أكبرهم الحارث وأصغرهم منه العباس وكان كثير الولد أولاد كثار العباس ولذلك قيل عد له من أبنائه في زمن المأمون في عهد بني أمية 600,000 من أولاده ده في زمن شنو؟ المأمون 600,000 لا في زمن المأمون العباسي بعد عهد بني أمية في زمن المأمون العباسي عد له من أولاده كم؟ 600,000 قال ابن القيم وهم كثير وفي هذا العدد تضخيم أو فيه بعد يعني قال ما يوصلوا الرقم زي ده 600,000 كثيرة ولكن على العموم ولد العباس كثير عشان كده في ناس كتار يعني البدور يلصقوا النسب سايدين طوالي بيتلصقوا في العباس مع أولاده كتار يقول لك نحن جدنا العباس وبلدنا دي مليانة هاي تشي صح وشي كذب لكن أي زول بيتلصق